مشاهدي اس بي اي مثل ما وعدتكم نحن موجودين هلا بالبافيون رويال مع نجم نصير زيتون ونجم باستقبالك للصحافه. تسلم يا نصر، يعني انا تفاجأت فيك قد ايه عن جد خفيف. شكرا. بترحب فينا. شكرا بالعكس، اهلا وسهلا بكل. نحن كثير سعداء اليوم. صحيح. خبرنا كيف كانت هال 2022 معك؟ الحمد لله صحة بخير، الناس اللي حوالي بخير، الشغل رجع ترجع هيك عجلة الحياة مثل ما كانت قبل الكورونا، بس يعني ما كانت أحسن سنة بتخيل لي على الصعيد المالي 22، إن الله رب تكون 23. أنا مثل ما خبرت العصفورة إنه 2023 ان شاء الله باذن الله رح تكون عمرانه مع حضرتك، مثل ما عرفنا انه في ميني البوم عم يتحضر وكليب بتصور وقصص حلوه ناطرينها كلنا، خبرنا اكثر عن هذا الميني البوم. ميني البوم رح يكون ميني البوم مصري، اشتغلت عدد اغاني مع عزيز الشافعي، كمان في اغنيه رح تكون ان شاء الله مع الاستاذ بلال الزين احمد ماضي. وراح يكون مثل ما كراميلا صورناه وخلصناه، كمان كراميلا احمد بركات الحان كلام راح لرياض علي وتوزيع عمر صباح اخراج يفات. خبرنا شوي عن كراميلا، رح نتركها سوربريز للناس اللي عم يشوفونا، ما رح نقول لك نغني، بس خبرنا جوا كيف، هو بيت او رومانس؟ لا أو الجو تبع رائس معلوم فرح هيك رمية لايت، ان شاء الله الناس تحبها، يعني جو حلو معلوم. غير الميني البوم ل 2023 شو بتتمنى قصص شخصيه لإلك؟ انه انجح بموضوع موضوع المغنى عم بشتغل عليه دائما، وهذا موضوع صار بدك تقريبا، ما بدي اقول فاهم غلط، بس الفكره تبعه روتينيه بالنسبه لي، لانه انا هذا الشغل تبعي بشتغل اغاني بود ستوديو بسافر بطلع حفلات. هلا البارت الجديد بموضوع البزنس تبعي انه عملنا شركه اسمها تي ستارت، رح تكون تنتج لي وتنتج ل ان شاء الله مواهب جديده، رح يبلش عجله العمل فيها بتخيل جديا جدا رح يكون بمطلع 2023. حلو كثير، الكل تحت نتمنى النجاح يعني اكيد، ونحن من الاسباب بنقول لك النجاح. الكل تحت حسيت انه محمسين وناطرين، وشفت كثير مختلف الجنسيات، قد ايه اجوا خصيصا على لبنان صباح ليشوفوك؟ والله ليك اجوا على لبنان لانه هون لبنان لا غنى عنه بهالسنه السنه هيدا واحد، والاجواء هون دائما بالبلد لها طابع خاص ورونق خاص، اللبنانيه اهل الحياه واهل الفرح، بيعرفوا كيف ينبسطوا، بيعرفوا كيف يستقبلوا، يودعوا ويستقبلوا سنه، و الجو هون دائما حلو. هلا ثابت انا في اصدقائنا الفنانين كلهم اساتذتنا حبايبنا كلهم موزعين بكل خلينا نقول ارجاء البلد هون، الله يوفق الجميع. هلا كرمالي شخصيا كبيره شوي، بس انه انت انطلقت من ستار اكاديمي ومثل ما عرفنا انه يمكن راجع عم بتابع هالموضوع، بعدك تهتم بتحل لستار اكاديمي حل؟ ما في انسان ما بيحترم المكان اللي طلع منه. حن كبرت انا على موضوع على رجال حن، كنت كان عمري 20 سنه، اليوم انا 34 و 36 سنه. اسم الله العمر كله. بتخيل انه مرحله ممتازه بحياتي قطعت، بذكرها بالخير، بحترمها، بقدرها لانه من هنيك انا صرت هون. بس صدقا ما بعرف اذا في سيزون جديد، ما بعرف اذا ما عم كثير عم تطلع على الموضوع. والله ما عم بطلع، انا بما انه حكينا عن العمر، انت من اي برج؟ ميزان. شو بتميز هذا البرج؟ والله علم علمك انت بتعرف، انا ما بتابع ولا صراحه، بس انا بعرف برجي، بعرف جاوب عن هالشيء بس. عم بيحكوني هلا بدينتي انه الكل محمس وناطرين تحت، نحن ما رح نطول بقى عليك تحضر وناطرينك، ورح نقعد مشاهدين ورح بشوفوك على المسرح عم بتغني باذن الله ونرافقك الليله. ينعاد على الجميع بكل خير، وان شاء الله هيك سنه خير وصحه وعافيه ورزق وصحه صحه صحه للجميع. شكرا شكرا لك.
مشاهدي صوت بيروت انترناشونال، كنا معكم مباشره من البافيون رويال بيال. قد ايه نحن مبسوطين انه لبنان رجع للفرح للمحبه، لانه مثل ما بتعرفوا اس بي اي عم تنتقل من حفله لحفله. كنا مع زياد برجي وهلا مع نصيف زيتون. نحن رح نوقف شوي من بعد، بنوعدكم مقتطفات مباشرة من حفل نصيف زيتون. فإذا أنا روجيه وزميلي إلي كنا معكم بهالمقتطفات من حفلات الفنانين، انتظرونا بعد شوي.